بحلقة مبارح كشف لنا محمد الأحمد أنه الجمهور رح يتعاطف مع شخصية آدم اللي بيقدمها بالموسم الثالث بعروس بيروت. وقبل أيام شفتوا لقاءاتنا الحصرية مع نجوم العمل مثل ظافر العابدين وكارمن بصيبس وتقلى شمعون اللي كشفوا لنا عن تطورات شخصيتهم بالموسم الجديد. والنهاردة هنشوف إذا جو تراد أو خليل هيندم ولا لأ على تعاونه مع أخو آدم ضد عيلته، واللي طبعا بسببه خسروا أسرهم، وإيه هي المفاجآت اللي بتحملها شخصيته الموسم ده. كل شيء بوعدك فيه رح يصير. الجزء الثالث حيكون في مفاجآت، مش انه اي مفاجآت مثل ما كل العالم بتقول مفاجآت، لا، مفاجآت من ناحيه خليل. خليل هو شخصيه بيعرفوها العالم بالجزء الاول كيف كانت، اتطورت بالجزء الثاني صار شوي اقوى، بس بعده مندفع وما بيفكر كثير وعصبي وهيك. بالجزء الثالث نضج اكثر، فصار خليل عرف شو عمل اغلاط، بلش يحدد لوين بده يروح. أكيد في أغلاط بيغلطها، بس بيصير أنضج بطريقة التفكير، وده لأن خليل اتعلم درس كبير في آخر الموسم الثاني، وعلشان كده طبيعي يكون ندمان على أغلاطه، خاصة أنه كان السبب الرئيسي في خسارة عيلة الظاهر لبيتهم وأموالهم وشركتهم. فهون بدنا نشوف نحن عن جد شو بده يعمل، لأنه مثل ما شفنا بآخر حلقة الجزء الثاني كان كتير ندمان وعرف أنه هو كان لازم يسمع من خيو فارس كل الوقت، أما هو ما سمع. فبدنا نشوف بالجزء الثالث كيف حيكون ردود فعله بهذا الشيء الحلو. وردود أفعال قوية كنا بنشوفها من خليل، وده بسبب غيرته الكبيرة من أخوه الكبير فارس. فهل الغيرة دي هتفضل مسيطرة عليه في الجزء الأخير؟ ما عاد يلي روبا، خصوصا أنت، كل شيء صار معنا بسببك، شو قصتك معي؟ الغيرة هي ما بعتقد بتروح منه، هذا الشيء ما بعتقد بيتغير. هلا بخف بمطرح معين ممكن يخف، بس يتغير ويوقف هذا الشيء لا ولا ممكن. فطبعا خليل رح يكون بمحل معين عنده هالغيرة منه لفارس، بس هو بيعرف انه بان جنرال بيعرف انه فارس من وراء الجزء الاول والجزء اللي تعلم انه اخوه بحبه، خيك الكبير بحبك، فروق شوي على وضعك يا خليل. فهذا هو شو بقوله اللي بيصير في تشالنج وفي تحدي لنفسه، انه انا روق، خلي هالشخصيه تروق شوي وتهدى. والحب ده بنشوفه بقوه في الحقيقه بين جو ضافر خلف الكاميرا، وهنا حب جو انه يستغل الفرصه ويوجه رساله لشخصيه فارس وضافر مع بعض. انا بحبه كثير، إن كان على الصعيد شخصي أو على الصعيد الشغل، تعلمت كتير منه behind the scenes وحتى بالتصوير. شخص قلبه كبير، جنتلمان، أنا هيدا دايما بقولها. أنا بالنسبة لي ظافر هو ممثل انترناشنال، بعيط له جيمس بوند باي ذا واي، فحجرب خفف الغيرة، لأنه أصلا أنا كجو أبدا أنا بتمنى يعني بتعلم منه. أنا كثير مبسوط إنه نحن مع بعض عروس بس المضحك في الموضوع إنه ما قدرش يتعلم منه طريقة الضرب واللي بتحصل بينهم لما بيكون في مشاهد فيها خناق وعنف. طب عمرك ما رح تعرف تاخد قرارات الصح من وراء طمعك اللي عميك، ما كانش بنقول عن غرورك، بسببك بسبب العرس خسرنا 5 مليون دولار. انا كنت رح نربح شركة 10 مرات زيادة، شو تربح الشركة؟ هو يصير في اكسيون يعني انا وياه اكثر شيء، اكثر حدا يعني خليل وفارس هن اكثر اثنين بصير في يعني فايت. فدائما ظافر هو اسم الله جد كبير يعني وميوسكلي عضل، وبيكون هو قايل لي يعني بنكون احنا متفقين انه هلا رح نعمله كثير ريل، فاسم الله عليه هو بيكون لاقط حدا يعني او لاقطني بيكون شادد وهو منه عارف انه شادد، بصير نحن هيك عرفت انه لاقط هون وشادد، بعدين بس نخلص قال لي يو جود؟ قال له انا بيرفكت، برجع ببرم هيك. فلا اتس ريلي نايس، حرام هو ما بيكون عارف. لكن المعركة الحقيقية هتكون بين خليل ونايا، الثنائي اللي من بداية المسلسل وعلاقتهم مليانة مشاكل وخلتهم يوصلوا لمرحلة صعبة. أنا سكتت لك بس لأعطيك وقت لتفكري بحالك وتقوي حالك، مش لأنه خايف منك. بعرف كثير في ابس اند داونز، في كثير اشياء صارت، في غموض، في خيانة، في حب، في كمان مشاكل. فهيدا وهذا الشيء بيزيد يمكن لانه كمان انت اليوم الستريس والمشكله الكبيره اللي صارت بالجزء الثاني خسرها لنايا اللي هي كانت بتحب السلطه والمال والاسم والعائله، خسرها كل هدول خليل. فبدنا نشوف شو ردود فعلها لنايا. بس
بس أكيد ردة فعل الست ليلى على خليل هي المؤثرة في نهاية الموسم الثاني. تقلى بحبها كتير كمان، يعني تقلى كانت عن جد أمنا، يعني نحن عشنا مع بعض ببرات لبنان، فكانت بالنسبة لنا الأم، بتهتم فينا، تعلمنا نقرأ معها، عندها أمور كمان إكسبيرينس، خبرة تمثيل وخبرة شغل، فكمان نتعلم منها كتير لما نكون بوجهها، وهذا الشيء كتير كتير أنا كجوت راد استفدت منه، وكخليل وليلى كخليل وأمه علاقة كانت كتير حلوة بكل المشاهد اللي كانت بفتخر فيهم يعني مع لطالة. لكن في مشهد قالينا عنه جو، وانه اول ما بيعرف انه موجود في السكريبت بيتوتر منه جدا. انا هذا اللي بتعبني اللي هي المواقف اللي بالبيت لما نكون قاعدين بطاولة الصفرة، هاي طاولة الصفرة يعني انا بشوف تابوت، بشوف هيك في تابوت بدي اقعد عليه. ليش؟ لانه خليل الوحيد اللي بيكون على طاولة الصفرة في عنده مشكلة، ففي عندك 10 شخصيات قاعدين وهو عم بيحكي يحكي يحكي ويعيط ويعمل وستريس فهيدا المشهد انا بس يكون في طاوله صفره افتح هيك لاقي مكان طاوله صفره قول يا حبيبي اكلنا الضرب. لكن الصعوبه دي بيحاول يتخطاها جو بخلق جو خاص على الست وقت التصوير، فهو تعرف بروحه المرحه وطاقته الايجابيه واللي بتساعده وبتساعد كل الكاست على تقديم افضل ما عندهم في العمل. شو ما عملت بخليل؟ هادي سوريا استاسيو فور فور جونا كتير حلو بعروس بيروت، يعني نحن أكتر شيء أنا وظافر بكل مشهد كتير في مشكل وخناقة وضرب وخبيط وهيك، بعدين بلحظة بنضحك وبيصير في شيء مثلا موقف بضحك فبنضحك، فأكتر شيء أنا وظافر. حتى مع علاء كمان، علاء الزعبي كمان بيصير في إشياء بتضحك لما نكون بالأوفيس كتير سيريس، وهو بيصير شيء مثلا كان، وحتى بجزء تاني كان في جاد خينا الصغير، فهدول ايه اكثر اشخاص كان يصير في مواقف نضحك من قلبنا. فلان خليل وغير الجو الحلو والمواقف المضحكة اللي قالنا عنها جو واللي طبعاً الناس مش عارفينه فيها، إن طبعاً جو عور ركبته بتصوير مسلسل على الحلوة والمرة، وكان لازم يعمل عملية إلا أنه ما قدرش يعملها علشان تصوير عروس بيروت كان هينطلق وقتها، وهو ما قدرش طبعاً يغيب عن التصوير وياخد أجازة ولا قدر أنه يرتاح. فطبعاً حابب أقول النهاردة ألف ألف سلام عليك. سلامتك جو.